ولكن التصدي في الاولى وفي الثانيه كانت يعني براعه كبيره من جانب هاندانوفيتش. كره مقطوعه، مينيز اضع فرصه كبيره، مينيز في الدقيقه 18 انطلاقه حلوه من الفرنسي، مينيز يراوغ عدى حلوه قوي وهدف، لابد ان تكون هدف، لابد ان تكون هدف، لان هي حلوه، هي الكره حلوه. ادي امامنا مينيز، بقول لحضراتكم تالق مع منتخب فرنسا امام انجلترا في ملعب ويمبلي، واليوم يعود للاولمبيكو بمعنويات عاليه جدا، ومواطنه ماكساس ينطلق للاحتفال معه باول اهدافه في هذا الموسم. اللاعب مينيز امامنا يسجل هدف جميل جميل الحقيقه، يمر ببراعه وبمهاره عاليه جدا في الدقيقه 24، يتقدم نادي روما، يتقدم الجالي روسي بهذا الهدف الجميل جدا. شوف الضغط الناجح هنا والانطلاقه والمهاره والمراوغه، وعدى من مهدي بن عطيه في تلك الكره وراه. نتيجه ايجابيه هنا في هذه الليله، بوريلو عدى حلو قوي، بوريلو، بوريلو وانتظر كثيرا واتى بما يعني تمناه عشاق ومحب الجالي روسي بالفعل هنا، بالفعل ذئاب هنا في هذه اللحظه. ادي امامنا الديب، ديب جديد هنا، ذئب جديد في فريق نادي روما، النجم بوريلو يظهر في هذه اللقطه وسط دفاع هو فرصه اليوم الحقيقه، كودا وبن عطيه وايضا دوميزي فرصه، وامامنا بوريلو يسجل هدفه السادس في هذا الموسم مع فريق نادي روما في سيريا آ، قادما من فريق نادي الميلان. هنا امامنا الحارس هاندانوفيتش، لكن شوف عدى ازاي، وادي امامنا الصراع اللي